خلينا ارجع لضيوفي طبعا. كابتن ممدوح، يمكن محتاجين نستعرض قائمه النادي الاهلي، وبعد ما نستعرضها عايزين نتكلم عن المحترف، لانه تم تغيير المحترف يعني اكتر من مره، ومحتاجين نتكلم على كرازيمير وجورجيف شويه. معانا كمان اثنين محترفين، طيب، وريموند سيزيتو، خلينا نتكلم عليهم بس بعد ما نستعرض القائمه. اتفضل يا كابتن. ماشي فهم. قائمه طائره فجال الاهلي، عبد الله عبد السلام كابتن الفريق رقم 2 معد، احمد صلاح رقم 4 مركز 2، عبد الحليم عبو مركز 3، محمود رؤوف رقم 7 ضارب مركز 4، محمد معوض رقم 9 ليبرو، محمد عادل رقم 10 سنتر بلوك رقم مركز 3، احمد عبد العال رقم 11 ضارب مركز 4، حسام يوسف رقم 12 معد وصانع العاب، ريموند سيزيتو رقم 13 المحترف من مركز 4، احمد قطب رقم 15 مركز 2، محمد رمضان رقم 17 ليبرو، احمد سعيد رقم 18 ضارب مركز 4، عبد الرحمن سعودي اللي دخل اخيرا النهارده وخبرك مركز 3 بدل كابتن عبد اللطيف عثمان في مركز 3. توفيق للنادي الاهلي. لا حضرتك نسيت كراسيمير جورجيف اللاعب البلغاري المحترف الثاني. هو انا دوت ما اخليه في الاخر، يمكن علشان كابتن محمد مسلحي جابه يمكن من شهر لما لقى حس ان عبد الرحمن سعودي مصاب، وحس ان عبد الحليم عبو كان عنده مشكله في القطنيه. يمكن دي مصادفه جميله جدا ان اللعيبه في مصر تملي عايزه منافسه. فمجرد ما المحترف جه لقينا مركز 3 بيتمرنوا بجديه جدا، وبقى مين اللي هيخرج بره؟ بس كرازيمير، كرازيمير لعب، ما هو لعب وبيلعب اساسي. عبد الحليم عبو بعد ما كان مصاب النهارده رجع وبقى مركب اجنحه. دي حقيقه. عبد الرحمن سعودي نفس القصه. المنافسه الشريفه يا كابتن، ما حدش يزعل منها. هروح لكابتن احمد زكريا. يا كابتن، محتاجين نستعرض قائمه طبعا نادي طلائع الجيش المحترمه. اتفضل يا كابتن. هو طبعا طلائع الجيش ما عندهمش لعيبه محترفين. تمام. يمكن كان قبل كده برضو كان طلائع الجيش كان بيعتمد على اللعيبه المحترفين زي كل معظم اللي كان فرق بتحاول تنافس على الدوري. فهو يعني كلهم شباب. تمام. وكلهم. تمام. يعني زي كابتن مدوح، كل فرقه 23 سنه بتوع. ما شاء الله. يمكن الفرقه كلها متجدده، يمكن هو الوحيد الموجود هو عمر نجيب تايسون، هو الوحيد ده الاقزم واحد، ويعتبر هو يعني اصغر، يعني يعتبر اكبر واحد عنده حوالي 30 سنه. هو كابتن الفريق كمان. هو كابتن الفريق، ويمكن يعتبر يعني ده اكبر واحد في الفريق يعني. تمام. فهو يبتدي احمد صابر معد جمديل، طبعا معد الفريق. تمام. وده كان لاعب برضه منتخب ال 23 سنه. في عبد الرحمن سعيد رقم 2 برضه، ده مركز 3، وده برضه كان لاعب منتخب، وكلهم صغيرين في السن يعني كلهم. في عمرو تامر موسى رقم 4 ضارب مركز 2، شهاب الدين نبيل طارق رقم 5 ضارب من مركز 4، محمد جمال عصران رقم 9 ضارب من مركز 4، محمد محمود ابراهيم عفيفي رقم 10 وده سنتر بلوك مركز 3، في عبد المنعم محمد عبد المنعم رقم 11، يعني ما يعني جديد ضارب من مركز 4. لا ضارب يعني جديد بالنسبه لي. ضارب من مركز 4. في عمر نجيب تايسون طبعا المعليه ولا رقم 14، وده لاعب منتخب مصر ويعني لاعب الاساسي طبعا. هو ضارب مركز 4. في محمد عمرو رجب البيومي رقم 15، ده ضارب مركز 2، رقم مركز 2. في مصطفى جابر عبد السلام ابن الكابتن جابر عبد السلام، ده رقم 16 وده المعد الفريق. تمام. في عمر ايهاب امين رقم 17، ده ضارب مركز 4، بس هو بيلعب يعني جوكر ما شاء الله، لاعب كويس. شباب برضه يا كابتن. شباب. كلهم يعني 23 سنه 24 سنه كلهم. بعدين في خالد محمد ابراهيم ابو سيف رقم 18 ليبرو الفريق، في يحيى شعبان احمد موسى رقم 20 وده ليبرو برضه في ليبرو الثاني، في يوسف اشرف محمد محمود رقم 24 ضارب من مركز 4.